أكثر من أي وقت مضى لا تزال اليمن عرضة للمجاعة. تحذير دولي من استمرار خطر الجوع على اليمنيين، وهو تحذير متكرر تقوم به الأمم المتحدة ومنظماتها دون بذل جهود حقيقية لإيقاف هذه الكارثة التي تتشارك مع وباء الكوليرا في حصد أرواح المواطنين. الأمم المتحدة اكتفت بالقول بأنها ستوسع نطاق عمل برنامج الأغذية العالمي التابع لها، وهذا التوسيع سوف يوفر وفق رئيسة المنسقية في اليمن ليزا غريدي مساعدات غذائية لـ 12 مليون شخص بشكل شهري. ومع ذلك فإن هذه المساعدات قد تتعرض في أي وقت للتوقف بسبب التهديدات المرتبطة بالحرب. تكمن المأساة أنه وفي الوقت الذي تحذر فيه المنظمات الدولية من خطر المجاعة لا تزال المساعدات الغذائية العالمية رهينة ميليشيا الحوثي التي بتأكيد مصادر عالمية تقوم بنهب الكثير من تلك المساعدات، بينما لا تزال أطنان المساعدات الغذائية قابعة في مخازن الحديدة. في الوقت الذي علق فيه برنامج الغذاء العالمي مساعداته بسبب رفض الحوثي آلية أممية لتوزيع المساعدات الغذائية. قصة المجاعة والغذاء في اليمن تشابه في كثير منها حكاية مفاوضات السلام في الحديدة، فالسياسات المتبعة من قبل الأمم المتحدة شكلت غطاءً مباشراً أو غير مباشر لتصرفات ميليشيا الحوثي التي تعرقل تنفيذ بنود إعادة الانتشار وتعيق في الوقت ذاته وصول المساعدات الغذائية لملايين القابعين على أرصفة الفقر وشوارع المجاعة.